اليوم ان شاء الله هعملك وصفه كثير روعه، اللانشون النباتي. يلا بينا. المشروم 1 كيلو، هو فريش، هذا هو مغسول، نضع من 20 إلى 30 دقيقة على النار. يفضل دائما انه اذا ما كان مغسول انه احنا نغسله جيد. نوضع الفطر في الخلاط، اي نوع خلاط متوفر عندنا، ممكن نستخدم المعلب. المعلب نستخدمه بدون طهي، نغسله بنرفع الماء منه، ممكن نغسله وبنوضعه مثل ما انتم شايفين بدون طهي نستخدمه. يعني المرحلة الاولى بنستغنى عنها، وهناك في كتير بدائل، انا حشرح لكم عن كل البدائل، حديك كل البدائل لكل شيء. 1 كوب ماء ساخن على 60 جرام جيلاتين. ممكن نعمل بديل للجيلاتين، نوضع النشا، ممكن نوضع بدل الماء الساخن ماء بارد، ونوضع بدل الجيلاتين نوضع نشا، نخلط المكونات كلها مع بعض، نطبخها تاني لمدة 10 دقائق أو 7 دقائق على البوتاجاز. ممكن نوضع أي بديل موجود، المهم إنه يمسك الخليط كله على بعض. ممكن نوضع جراجار. 60 جرام جيلاتين نباتي نوضعه تدريجيا مع التحريك عشان ما يكتل معنا، مثل ما حكينا نوضع ممكن النشا وبنحركه مع ماء بارد وبنرجع نطبخه تاني بعد ما نطحنه. نعمل البنجر، ناخذ منه 2 معلقة طعام او 1 معلقة طعام، انا كترت كتير من البنجر، انتم ممكن تاخذوا فقط 1 معلقة بكفي، انتم حسب ذوقكم في اللون. ممكن استخدام اي نوع صبغة بدال البنجر، انا كترت بنجر، انتم ممكن توضعوا فقط 1 معلقة بنجر. نضيف البنجر وبنضيف 0.5 معلقة صغيرة بصل مجفف من عند العطار موجود، 0.5 معلقة صغيرة ثوم مجفف من عند العطار أيضا، 0.5 معلقة صغيرة فلفل أسود، ملح الهيمالايا 0.5 معلقة صغيرة أو حسب الذوق، هو كتير مفيد. وهذه هي الصويا، نضيف قليل من الصويا، هي ايضا اختياري. نطحن جيد، نوضعها باي عبوة متوفرة عنا، اي عبوة متوفرة عنا نستخدم العبوة، ونوضعها داخل العبوة ونوضعها بالثلاجة لليوم الثاني، ضروري مهم نوضعها لليوم الثاني بالثلاجة. وهيك الزيادة ممكن نسكب في كوب بلاستيك، الموضوع كتير بسيط وسهل. هذه في اليوم الثاني خرجناها من الثلاجة، هي كتير روعة مناسبة للكيتو دايت وللنباتيين. ممكن تخففوا اللون والطعم، كتير كتير هو روعة، وصويا صوص كمان عامل طعم كتير روعة، الصويا صوص ممكن تضيفوه، هو اختياري حسب ذوقكم. مثل ما انتم شايفين كيف شكلها، كتير هي روعة. ممكن نوضعها الخبز الكيتو دايت او الخبز العادي حسب نظامكم الغذائي، ممكن نوضع حمص ايضا، حمص مناسب ايضا للنباتيين. نوضع خضار حسب الزوج، كتير روعة وكتير مميز. الطعم روعة، بالأخص للناس ما بتاكل لحوم، الناس النباتية، ولكن يعني أكيد مش حيكون نفس اللحم بالضبط،
التي للناس الممنوعة من اللحوم النباتيين هو بديل روعة. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملوا لايك. مع السلامة.